اجتمعنا اليوم لننتخب عضوات ورئيسي لهيئة دعم المرأة، دعم الأسرة يعني والمرأة، وترشحوا 10 صبايا كلمة ممثلة لمنظمة مدنية أو تابعة للمجلس المحلي. وتمت عملية الانتخابات بكل شفافية وصدق وحرية، وبعد فرز الأصوات أخذوا بالأربعة المراكز الأولى. المركز الأول المفروض يكون الرئيسي واللي بعدها للعضوات، والحمد لله كان العملية الانتخابية والشغل كتير منيح وناجح. وهدفنا بالأول والأخير أنه نسعى لتنمية قدرات المرأة ولتمثيل المرأة في جميع المجالات. الانتخاب بده يكون إما منطقة متوسطة، طبعاً أنا بعرف مشكورين، أكيد في سبب لجيتوا على المنطقة، أنا بعرف ضمنياً أكيد في سبب، لكن أنا شغلي بإدلب، معارفي بإدلب، وشغلي بالتعليم إلى آخره. تم دعوة الأخوات من المراكز النسائية والمنظمات والجمعيات العاملة في إدلب المحرر من أجل اختيار ممثلات عنهن لمكتب شؤون المرأة ودعم الأسرة. تم طبعا بطريقة ديمقراطية من خلال ترشح أخوات وانتخابهن من هذه الممثلات. طبعا مهمة يتألف المكتب من رئيس مكتب وثلاث أعضاء. مهمة المكتب التواصل مع المراكز النسائية والجمعيات والمنظمات العاملة في الأراضي المحررة من أجل توعية المرأة وتفعيل دورها للمشاركة في الإدارة المحلية، بداية من المجالس المحلية، مجلس المحافظة، وحتى في الحكومة، ولسهولة التواصل مع المراكز النسائية في باقي المحررة بينها وبين مجلس المحافظة والإدارة المحلية.